السلام عليكم طلاب. بهاي المحاضرة راح أشرح البارت الثاني من الدايفرام اللي هو التغذية السبلاي مالت الدايفرام سواء كان artery أو veins أو innervation. بهذا اللكتشر أو بهاي المحاضرة راح أشرح لكم الشرايين والأوردة والأعصاب، بس راح أختصر لكم إياها، راح تكون محاضرة خفيفة وسريعة. راح أوضح لكم كذلك بالرسم وإن شاء الله يعني ما تكون صعبة عليكم. هنا أنا أول شيء يعني معلومة أنه هذا كل الكلام راح أختصر لك إياه بهذين السطرين فقط. هذين السطرين راح يخلصنك من هذا الكلام الفوق. زين هذا يعني هذين السطرين يعني ما تقدر مباشرة تقراهم وأنت ما قاري هذا أو ما فاهمه، فراح أفهم لك إياه من تفهمه أنت بعد ما تحتاجه. هذا مجرد اقرا هذني وها هي روح، وكذلك راح افهمك على الرسم، فانت من خلال الرسم ومن خلال شرح راح اشرح لك اياه راح يصير كلش بسيط عليك، مجرد تجي تراجع هذني وتروح. يا بيقول لك الارتيريال سبلاي اوف فرانك اوف الدايفرام. عندنا الارتيريال سبلاي، عندنا اول شيء مباشره فايت قال لك اكو بريكارديك فرانك وعندنا ماسكولو فرانك ارتري يغذين الدايفرام. زين هذين منين يجين؟ ومباشرة هو فايد قاعد قبل هذين. زين غير نفهم منين يجين، نجي نقرأ اللي بعد. يقول لك this vessel are branch of the internal thoracic arteries. إذن هذين جزء من internal thoracic artery. إذن الماسكولوفرنك إحنا نعرفه من زمان إنه هو جزء من internal thoracic artery، بس أكو فرع جديد اللي هو بريكارديوك فرنك، هذا جديد هم يطلع من ال internal thoracic artery. هسه راح نشوفه بالرسم. This vessel are branch of the internal thoracic artery. شرحت هذا. هنا يجي يقول لك اكو artery ثاني superior phrenic artery which arise directly from lower part of the thoracic aorta. يقول لك هذا يجي من الـ الابهر مباشرة من الـ lower part الجزء السفلي اللي هو يعني هذا مهم، هو هذا اللور بارت اللي هو اليم الدايفرام. يقول لك هنا برانش، يقول لك هنا ملاحظه اكو بعض التفرعات اللي هي من الانتركوستال ارتري اللي هي تغذي الدايفرام. طبعا انا راح احط عليها شوي يعني تحديد، بس هي هاي طبعا يعني مو ذيك الاهميه. احنا عندنا مجرد اربع شرايين رئيسيات، وهاي يعني مرة يعني نسبة التغذية مالته كلش قليلة، يعني لأن هو هذا مسؤول عن انتركوستال والانتركوستال سبيس مجرد اللي موجودة يم الدايفرام، يعني بس هذني مو كلهن، فلذلك تكون نسبة تغذيته كلش قليلة ضئيلة حيل. يعني على مود هاي أحط لكم جوا خط على مود شنو يعني ما يفوتكم. فهنا ده يقول لك the largest artery supplying the diaphragm arises from the below. This is the artery. يقول لك هنا هذا الارتر الكبير اللي هو من جاي من الايورتا مباشرة اللي هو inferior phrenic artery which is branched directly from abdominal artery. اذا ال superior phrenic من هو من lower part of aorta، اما inferior phrenic artery هو جاي منين؟ جاي من الابدومينال أيورتا. إذا طبعا هسه عرفنا إنه عرف نقاط معينة، خل أجي أوضح لكم هنا بالرسم. هذا عندنا الأيورتا، أيورتا راح ينطينا هنا مسكولوفرانيك، هذا عفوا مو مسكولوفرانيك سبكلافيان، هاي راح تشان على جزء يعني واحد، هو أكو كذلك من الجهة الثانية هم اكو سبكليفيان. السبكليفيان راح ينطينا تلاحظون هذا بالبداية راح ينطينا internal thoracic artery. هذا internal thoracic artery راح ينزل يغذي بطريقة intercostal space بالthoracic arteries intercostal thoracic artery. طبعا راح ينزل راح ينطينا جزئين برانش اللي هو مسكولوفرانيك، راح ينطينا ابيجاستريك سوبيريور ابيجاستريك، هذا ما علينا بيه، راح ينزل هذا للابدومن ما علينا بيه.
بالنسبة لهذا الماسكولوفرانيك، هذا الماسكولوفرانيك راح يغذينا الانتركوستال الأخيرات اللي هن عندنا التاسع والثامن والسابع اللي هما بالنسبة للانتيرير، وكذلك راح يغذي الدايفرام. واحنا عرفنا ان اكو جزئين يغذين الدايفرام اللي هن الماسكولوفرانيك والبريك كارديو بريكارديوك فرانيك. زين هذا بريكارديوك فرانيك وينه؟ طبعا انا من البدايه شرحت اكيد لاحظتوا انه اكو برانش منه يطلع، مو يجي لنا انترنال، اكو برانش يطلع منه اكو برانش يطلع منه. هذا يطلع يغذي الانتركوستال سبيس، وبالاخير ينطينا ماسكولوفرانيك راح يغذي جزء معين من الدايفرام. بس هذا راح ينزل مباشرة ويفوت منين؟ طبعا هو ما مذكور انه هي منين يفوت منين، بس يفوت من الفينا كابا فورمن. كذلك هذا من عن هذا النية اللي هي الادنى الفرانك نيرف. بس احنا سنحكي على الارتري. الارتري اذا تشوفه هذا اللي هو هذا اسمه رايت بريكارديك فرانك ارتري. اذا رايت بريكارديك فرانك ارتري، عندنا هنا ليفت بريكارديك فرانك ارتري. اذا صار عندنا معلوم الثوراسيك بالنسبه للانتير، احنا قارين طبعا سابقا التغذيه مال الانتركوستال انه الانتيرير يجي السبكليفين ينطي الانترنال، انترنال يغذي السبيس. احنا عندنا تسع اماكن، وبعدين يتفرع ينطينا الماسكولوفرانك والابيجاستريك. الماسكولوفرانك راح يغذي اخير ثلاثة وراح يغذي جزء من الدايفرام. اما الانترنال راح الدور راح ينطينا بريكارديك فرانك، يروح مباشرة للدايفرام. اوكي اما بالنسبة للبوستيرير خل اذكركم بيه. البوستيرير راح يطلع اول بوستيرير احنا عندنا 11 واحد 11 شريان. اول واحد راح يطلع لنا من السوبريم، اي اول شريان يطلع لنا من السوبريم، والباقيات راح يطلع مباشرة من الايورتا يغذن البوستيرير. طبعا شوفوا انتو عبالكم البوستيرير هيك، لا شوفوا هو يجي منها من البوستيرير للخلف ويجي منها هذا مال انتيرير يلتقون. صراحة انا ما ادري الالية شلون، بس المهم هو هذا هيك كان البوستيرير. سوري انا ما اعرف صراحة يعني يلتقون او هيك شي، بس اللي اعرفه انه البوستيرير من هاي الجهة والانتيرير من هاي الجهة ويغذونهم. طبعا هذا الشي احنا راح ناخذه بالفسجة، راح نعرف شلون يعني يصير تبادل الدم بالنسبة للانسجة والهاي. هسه احنا معنا بهذا الكلام، نرجع للدايفرام. استذكرتوا البوستيرير والانتيرير انتركوستال. اوكي اذا هاي مو دوخه، هاي قارينها كلها احنا بدورنا. والدايفرام قرينا منين يجي، يجي من عندنا واحد هذا بريكارديك فرانك من الانتركوستال، وعندنا ماسكولوفرانك، وعندنا عندنا انفيرير فرانك ارتري ان هذا النية يجي منين، يجي من الايورتا. هذا الايورتا ينطينا هذا inferior phrenic artery. وهذا وين ثواني خل ادوركم وين superior. صراحة شو ما كاتبه هنا، بس هو superior هم هنا موجود. اي فهنا ال inferior phrenic artery يجي منا من الايورتا، ومو تطلع الايورتا من هنا من خلال كرورا. فراح شو حيصير؟ راح ينطينا جزئين اللي هو الانفيرير والش اسمه والسوبيرير. هنا نكون احنا خلصنا الارتري سبلاي مال الدايفرام. طبعا قبل لا ننتقل للفين مراجعة سريعة من خلال هذين السطرين، ابريكارديوفرانيك والماسكولوفرانيك جاءت من الانترنوثوراسيك ارتري. هذين وين بالتحديد منين يجي؟ من لا هذا النية يعني مباشرة قدم من الانترنوثوراسك ارتري. اما نجي على هذا النية راح اضيف لكم هنا نقاط معينة. هذا راح اضيف لكم انه هو من ثواني اللور بارت، راح اسوي بعض التعديل هنا امض اصلا بعد هذا الكلام الفوق ما توصلونه.
اوكي راح احذف هذا اللي هنا أنا. السهم راح اوضح لكم لي جواب بالتحديد من الايورتا من ياجها. اوكي هذني ها شو طلع سهم معوق سوري ثوان هاي ليش دي يصير. المهم اوكي اجي هنا اضيف لكم اياه على مود انه هو جاي من السوبيرا جاي من اللور بارت. نكتب هنا هاو ليش كانت كبيرة هاي صار ثواني. اوكي اللور lower part lower part of ثواني خلينا نتأكد من lower part of the thoracic aorta. تمام of the thoracic aorta هم يطلع من الأيورتا بس بالتحديد أنا أريد أكتب لكم يعني ال يعني منين بالتحديد على مود ما يعني مثل ما لما يجيب سؤال او شيء بالامتحان ما يقولون انت كاتبينه فقط من الايورتا راح اكتب لكم بالتحديد مكانه منين. اما الانفيرير هو جاي من الابدومينال ايورتا ابدومينال ايورتا. تمام هسه تمام اذا شوفوا هذا مختصر الكلام الفوق كله لما تجي تريد تراجع تقرا بس هذنية ويعني تحب تنعش ذاكرتك بالرسم. طبعا هذا الرسم يشرح لك التغذية مال الثوراسك كلها مو بس الجسم مو بس هذا يعني الانتكوسر ما مبينة يعني ما واضحة بس انت تتخيلها لان هي نعرف احنا منين جاية. ننتقل للفين فينس درينج. فينس درينج جدا بسيطة طبعا يقول لك الفينس درينج من ثلاث اماكن اللي هو يصب الدم عندنا بالبريكيو سفالك فين عند نيك بالرقبة والزايجا سيستم او فين احنا نعرف الزايجا سوين والابدومينال فين ليفت سبرينال فين اند انفيريور فينا كافا. اذا اريكم تعرفون انه الفين مال ال شو اسمه مال الدايفرام بريكيو سفالك والزايجا سيستم نظام الزايجاس لان هو الزايجاس مار من خلال الدايفرام فاكيد يغذي والابدومينال فين ابدومينال فين الوريد البطني. اوكي هذا هو التغذية الوريدية اللي هي ال venous drainage بسيطة كلش وما بها يعني اي مشكلة. نجي هنا على innervation الاعصاب احنا نعرف ان innervation جاي من ال phrenic nerve. The diaphragm is innervated by the phrenic nerve in C3 to C5 بس خلي اتأكد من وقت ايش قد صار. اوكي تمام which penetrate diaphragm and innervate it from the abdominal surface contraction of the dome of the diaphragm. يعني بيقول لك هنا الفرنك نيرف مسؤول عن contraction of the dome of the diaphragm and flatten the diaphragm. إذن هاي شنو هاي وظيفة مال العصب أو يعني يعني الوظيفة مالته. فانا اقول لك انه هو يسبب تقلص الدم. الدم هاي اللي كان هذا اللي فوق هذا شوفوه هذا هو الدم ويخليه يصير فلات فلاتن. طبعا احنا نعرف شكل الدايفرام والثواني هو هذا شكله. طبعا اوكي زين هو من يتنفس الانسان ايش راح يصير. طبعا هذني المتصلات هذني ثابتات هذني عندنا الاتاتش اتاتشمنت هذني ثابتات بس هاي الدم اللي فوق نفس القبة هاي راح تنزل لي جوا. طبعا راح تنزل لي جوا هنا اكو كبد وهنا اكو معدة وهنا اكو سبليم واكو كدني هنا واشياء يعني وهنا اكو انتستن. هذا الشي راح يصير العصب الفرينك نيرف انه خلال انسبيريشن اكسبيريشن راح ينزل ويتوسع الاضلاع والرئة تكبر يعني اثناء الاستنشاق مع الهواء فهذا راح ينزل لي جوا
فيصير فلات. انا راسم لكم اياه بس والله يعني يعني ما ادري شلون، بس انهم اتمنى وضحتكم يعني. هذا شوف، هاي البارت هاي ثابت، ما يصير له كل شيء ما يتغير. هذا البارت هذا اللي هو كان هيك كان، هو ايش راح يصير بي؟ راح ينزل ويصير هيك كان. اوكي يصير فلات يعني، هو هيك كان وراح ينزل هيك يصير هاي بعد يعني اثناء التنفس، فيسبب كونتراكشن اللي هو الحركة مع العضلة تكون للأسفل، يكون الانقباض أو الانقباض مع العضلة contraction أو التقلص. فالفرانك نيرف هاي الوظيفة مالته، ومنين جاي من C3 to C5. هنا نكون خلصنا السبلاي مالته والانرفيشن والفينس درينج. راجع مراجعة سريعة طبعا، ارتر سبلاي لتبعون يعني ويت، خلينا نشوف هذا رسم بي يعني هنا توضح، لا هذا صورة ما بي توضح، خلينا نحاول نتخيل بدون ما نباوع يعني على الكتابات. اوكي يابا هذا شو اسمه مس سب كليفين عاشت يدك، ننزل لي جوا شوية، هذا الارتري شو اسمه انترنال، اذا هذا الانترنال نزل، هذا الجزء النازل من الانترنال هذا شو اسمه تتذكر ولا لا؟ ايش ما عفوا قمت اسحق، اسمه شويه كريه اللي هو اسمه بريكارديك فرينك. اذا هذا هو البريكارديك فرينك، هذا شوفه تبع وياي راح ينزل هيتشانا، ينزل مباشره ينزل من فورامين فينا كافا ويغذي الدايفرام. اوكي هذا الانترنال نزل بامان الله وغذى الانتير انتركوستال سبيس واجى هنا فات، قال يابا راح انطيك مسكولوفرانيك، هذا المسكولوفرانيك راح يغذي لك جزء من الدايفرام وغذي الاخير ثلاثه انتركوستال سبيس، حطيك ابيجاستريك، هذا ابيجاستريك ينزل للسوبيريا ابيجاستريك راح ينزل للابدومن، هذا معنى نبي. هذا عرفنا اول شريانين اللي هو البريكارديك فرانيك والمسكولوفرانيك، جايات اثنين من الانترنال ثوراسيك ارتري. نجي على اثنين، هاي رسمة واضحة بيها، بس هنا عندنا الايورتا، الايورتا راح نعطينا الشرايين اللي كان صراحة راح نعطينا انفيرير واحد واحد، راح نعطينا سوبيرير انفيرير فرينك ارتري والسوبيرير. طبعا الانفيرير منين يجي؟ انفيرير يجي من ال يعني احنا عندنا طبعا اثنين هو سوبيرير وانفيرير، نجي على السوبيرير، السوبيرير يجي من اللور بارت من الجزء السفلي، والانفيرير منين يجي؟ طبعا الانفيرير يجي من الابدومينال ايورتا. اذا نجي هنا على هذا، شوف كاتب بريكيو بريكارديو فرينيك اند موسكوفرينيك من الانترنال ثوراسيك، وهنا عندنا سوبيرير فرينيك ارتري من اللور بارت اوف ثوراسيك ايورتا، والانفيرير فرينيك ارتري جاي من الابدومينال ايورتا. اذا هنا نكون غطينا التغذيه مال الدايفرام، واتمنى كانت بسيطه عليكم. هنا عندنا الفين اللي هو بريكوسفاليك والازاجس سيستم والابدومينال فين، يعني بسيطات. والانرفيشن احنا كلنا يعني كلنا نعرفها اللي هو فرانك نير، والوظيفه مالته هاي. لهنا نكون خلصنا السبلاي وخلصنا الستراكشر مال الدايفرام، وما بقى لنا شيء، بقى لنا بس هاي السلايد وهذا السلايد اللي هو الاكشن ونخلص، يعني اللي راح يكون المحاضره القادمه. ولهنا خلصنا هاي، وشكرا لكم.